خلونا نروح لاميا نتعرف منها على اخبار المرور والشوارع وكمان نعرف درجات الحراره. اعتقد انه في انخفاض في درجات الحراره. صباح الخير عليك يا لاميا. صباح الخير عليك يا شاذلي وصباح الخير عليك يا منى وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بس ما فيش انخفاض في درجات الحراره شاذلي، انما الوضع مستقر، يعني ما فيش اي حاجه كده، ولا في رياح ولا في اتربه ولا احنا قلنا بقى خريف بقى وخلاص يعني. خلاص هو فاضل تقريبا يوم واحد ونبتدي في فصل الخريف اللي هو بتبقى درجات الحراره فيه لحد ما مستقره، لكن فيه على فكره تقلبات حاده وسريعه، ممكن تعلى شويتين ممكن تنزل شويتين، بس انا بحب فصل الخريف حلو، احسن كتير من حراره الصيف ومن ثلج الشتاء، فانا بحس ان هو لذيذ كده وحلو علينا، حاجه وسط يعني. وصباح عليكم وصباح عليكم مشاهدينا في كل مكان. بس خلونا في الاول نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبتدي بالقاهره وبالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبيه. لو رحنا لكوبري الجلاء هناك هنلاقي فيه سيوله مروريه ومكمله لحد طريق العروبه، وعند كوبري المطار في كثافات نسبيه بتبتدي تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار على طول. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري نفس كمان الموضوع، اعلى كوبري المطاريه للي قادم من الكابلات. خلونا نروح لشوارع الجيزة ونستعرض هناك الحالة المرورية، ونبدأ من شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية. وفي شارع الهرم الرئيسي دايما بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات تانية من شارع العريش ومكملة لحد الطلبية. في كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين. طريق المحور كمان بيشهد كثافات انما بسيطه قبل محور ميدان لبنان، اول متجه كمان لمدينه السادس من اكتوبر في سيوله هناك مروريه. بنفكركم ان في بعض الطرق مغلقه للي قادم من اكتوبر زي الدائري، والاتجاه بيكون اجباري عبر نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو. خلونا نروح لمحافظة أسيوط، وهناك قدام مستشفى الجامعة تشهد سيولة مرورية ومكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان هناك سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للي قادم أو اللي خارج من محافظة أسيوط. خلونا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي كمان بيشهد سيولة مرورية للي قادم من المحافظة للقاهرة أو عبر الطريق الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في التوقيت ده. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان في نشاط للرياح على بعض المناطق، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.